سميتني الحسن، كنسكن في الرحامنة، وانا عندي راعي الغنم هنايا. دست من هنايا نرمى عندي مقيلة لهادشي في جنب الحيط، صافي لقيت واحد طريبة بحال ما كان هي مقوبة، وكنسمع بحال كاين شي حاجة، وانا نعيط للدري صاحبي هذا في الديب وعساس. جينا نحركوه، قينا زيادة، قينا الدرية كتنين، صافي ملي حركنا قينا داك مقديناش، صافي وحنا نعيطو للدار. يلا زايدة ما قابل المصرانة ديالها ما شفتش انا، حيت انا مبارك هنايا في الظلمة ديت افتح حاجة، ولكن سمعت بحال شافوها صحاب السكان ديال الحي السعادة، شافو شي مرة دازت تما كاين هي، الغلم ديالي مقيلة. صافي دزت بغيت ندوز على الغلم، لقيت واحد الطريبة مجموعة بحال هكا، ما محفورة ما تا حاجة، يعني التراب غير هابشي عليها التراب، ودايرة فوقها شوية تبن وشوية واحد الكاغ ديال الكرتون، ومتقلة فوق حجرة. يعني باينة ماشي محفورة، باينة يعني يقدر نلوحها برجلية يقدر